20 23 عن ميمون من مهران. في قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما معنى الرد إلى الله والرسول؟ سنة. نعم، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال ميمون بن مهران. ماذا قال؟ الرد، الرد إلى الله، إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حيا فإذا قبض فإلى سنته. إذن وهو حي نذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، طب بعد موته إلى سنته. فوجود السنة إخواني في الله يرفع العذاب. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأنت فيهم أي السنة فيهم، السنة فيهم. هؤلاء الإخوة الذين يحيون السنة، اللي بصوم اثنين وخميس وفي سنة من الساس للرأس، هذا من أسباب رفع العذاب عن الأمة. الذي يطبق السنة في مأكله ومشربه وملبسه ومنامه وعمله وتحركه وغير صلاته وزكاته وحجه وعمرته، هذا من أسباب رفع العذاب عن الأمة. فلذا كان يقول سفيان الثوري كما مر معنا سابقا، كان يقول: إذا لقيت رجلا من أهل السنة في المشرق أو رجلا من أهل السنة في المغرب فبلغه مني السلام، فإن أهل السنة غرباء. من هذا الذي يطبق السنة في مأكله، في مشربه، في ملبسه، في زواجه، في طلاقه، في عزائه، في بيته؟ السنة، بعض الإخوة يطبق السنة بس يجي للزواج ببلش يتنازل عن السنة، بس يصير عنده وفاة بتنازل عن السنة، ما بصير.